الو برضو عندي تاني. امتحانات. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام كابتن زكي محمد. ازيك يا كوتش؟ الله يحفظك. اخبارك ايه يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام، كله بخير الحمد لله رب العالمين. معانا طبعا علياء، ما شاء الله، يعني كان بتقول انك سبورت في جميع الاحوال، وانت بالرغم انك محترف في كره اليد لكن سبورت ليها وسبورت طبعا للاسره بشكل كبير جدا. تقول لي علياء كمان في عيد الام النهارده. أقول لها ربنا يخليك لينا، ربنا يخليك، لأن هي بجد والله من الكلام يعني سوبر ماما، يعني سوبر ماما. حبيبتي بتذاكر وكوتش، وخلي بالها يعني، وطبعا ليلى وصالح، وصالح أهو كان بيسلم عليها. بسهولي يا كابتن محمد، بسهولي نجيبه المره الجايه. حاضر. قول لي يا كابتن محمد، حضرتك محترف بره زي ما علياء بتقول، فين محترف؟ انا محترف نادي السد، كنت بلعب نادي السد. سد قطر. فدلوقتي يعني جت الفتره بتاعت الامتحانات وكده، حسيت ان لا محتاج ان انا اكون موجود هنا. فحتى هو السيزون دلوقتي شغال، بس انا يعني اضطريت ان انا اقول لهم معلش انا اضطر لازم اكون جنبهم دلوقتي. الحمد لله على السلامه يا كابتن. نزلت اجازه، الله يسلمك. عشان كده المسؤوليه اللي على علياء في عدم وجودك هي اكيد اكبر يعني. طبعا. بيبقى الموضوع ما بين مذاكره وتربيه، صح، وبيبي لسه رضيع، مش متقسم على اثنين كبير. كابتن، كنت لسه بتكلم وما سمعتش راي علياء في موضوع تفكير الاسر المصريه بالنسبه لمفهوم الرياضه. وزمان يمكن على ايام انا كمان لما كنت بلعب كوره، كان يمكن والدتي بالاخص، لا يا ابني تلعب كوره ايه، ده خليك في مذاكرتك. هذا المفهوم اتغير بشكل كبير جدا، تفتكر؟ وهاخد رايك وبعدين نسمع علياء كمان رايها ايه في الجزئيه ديت، ان طموحات الاهالي والاسر المصريه وخاصه الام كمان كان يبقى نفسهم ولادهم كمان يشوفوهم ابطال، وخاصه ان هم كمان رياضيين يعني مارسوا رياضه بشكل احترافي. بالظبط بالظبط. الموضوع كان زمان يعني، انا هتكلم مثلا عن والدي ووالدتي، يعني كان كل همهم في الموضوع ان هم يخلونا احنا في رياضه، بحيث ان احنا ما نبقاش واقفين في الشارع طول الوقت. بالظبط. ما نقعدش على قهوه، ما نعرفش كده، ما نخش في سكه مظبوطه، الحاجات المشتتات بتاعت اي شباب صغير. صحيح صحيح. الحياه صحيح. كان الموضوع بفطره يعني، كان والدي ووالدتي ما لعبوش رياضه، بس هو الموضوع كان كفطره ليهم يعني، كانوا هم بيتصرفوا بالفطره. يعني الرياضه تبعدك عن اي حاجه غلط يعني. بالظبط 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 بالظبط. فاحنا بالنسبه لنا احنا عايزين نحطهم في الرياضه كحاجه هم بيحبوها، حتى لو ما، لكن هي رياضه فعلا بتغير سلوك البني ادم، بتغير شخصيته. يعني مش مقارنه ما بين الناس دلوقتي بتلعب رياضه وناس ما بتلعبش، او ناس في سني او في نفس الجيل بتاعي مثلا او في الجيل بتاع، بس الموضوع بيبقى مختلف في الشخصيه وفي التفكير في كل حاجه تقريبا. الرياضه ليها عامل كبير في بناء شخصيه اي بني ادم. ناوي ان شاء الله كمان انه على مستوى ابنك يكمل في نفس اللعبه يا كابتن، وكمان يعني عايزه اعرف من وجهه نظرك انت، يعني شايف مستقبل لعبه كره السله في مصر ازاي؟ يمكن احنا شاركنا في البطوله العربيه وعلياء في الجهاز المعاون طبعا لمنتخب مصر السيدات السله، احنا بقى فين كمان من افريقيا؟ هو ممكن تسأليه هاندبول اكتر. لو اكيد ما هو عايش يعني. هو عنده فكره عن الباسكت ساعات اكتر مني يعني، هو بيكلمني في الان بي اي في امريكا مين لعب ومين راح فين اكتر مني، فهو لا يعني ممكن يجاوب على السؤال. والله هو الموضوع مش بعيد، بس هو الموضوع محتاج بالنسبه للبنات محتاج احترافيه شويه في التفكيك. ان يعني البنات دلوقتي ما شاء الله بالنسبه لمنتخب السيدات، في كتير منهم اعرف ان هم كانوا واخدين سكولرشيب وطلعوا واحترفوا بره، وشافوا شكل الاحتراف ازاي، شافوا التعامل بيبقى ازاي، واتيتيود الناس المحترفه والناس اللي بتتمرن هناك بيبقى التمرين شكله ايه. فالموضوع ده لازم يبقى معد للناس اللي واخدين الرياضه كهوايه، حتى لو هم وصلوا لمستوى احتراف وهم
مش واخدين بالهم ان هم صحيح كابتن صحيح. لازم يبقى معدي شويه ان هم لازم التفكير الشخصيه تتغير ان لا احنا لازم نعمل احنا كويسين. هم مش مصدقين ان هم كويسين ويقدروا يعملوا. طب مش مصدقين يا كابتن وقادرين دوت ممكن اخدك لجزئيه اخيره. طبعا منتخب كرة اليد في كأس العالم السابقة اللي هنا كانت في مصر وكنا قاب قوسين أو أدنى بالفوز على الدنمارك، هل النقطة اللي حضرتك بتتكلم عليها دي اللي هي كانت ناقصانا إن احنا نصدق إن احنا قادرين، لأن احنا عملنا مباراة أكتر من رائعة أمام الدنمارك ويمكن خسرناها في وقت يمكن الوقت دوت ينطبق على الجملة اللي بتقولها حضرتك إن احنا قادرين، فقدنا الإيمان بنفسنا في جزء من الثانية يا كابتن، ولا شفت الموضوع إزاي؟ أنا شفته إن الولاد عملوا أقصى حاجة ممكن تتعمل. جزئيات فنية اختلفنا واتفقنا فيها ممكن بيكون بتفرق من فرقة. بس زي ما قلت لحضرتك إحنا كنا بنلعب بطل عالم طبعاً بطل أولمبي. وبعدين كسبوا بشق الانفس يا كابتن، يعني انت عملت كل حاجه لحد ما رحت للرميات الجزائيه. انا بتكلم يا كابتن احنا عملنا مباراه رائعه، لكن انا دايما بتكلم على ال 1% الاخير ان احنا ممكن دي تكون ايمان بنفسنا اكتر، ايمان ان احنا قادرين اكتر، لكن على المستوى الرائع احنا لعبنا بطل العالم افضل فرقه على مستوى العالم، عملنا مباراه كبيره، لكن دايما الواحد بيبص يا لو ال 1% او ال 2% الايمان بالنفس والثقه بالنفس وانت قادر انك حتى تتفوق يمكن على افضل يعني فرقه في العالم، هي دي اللي كانت ناقصانا شويه. هي دي اللي كانت نقطه. بص انا هقول لحضرتك على حاجه، انا احنا عامه لما ننزل بنلاعب فريق جامد او بنتفرج عليهم حتى في التلفزيون او بنتفرج عليهم في دوريات اوروبا، احنا بننزل نلعب بنجيب اقصى حاجه عندنا. صحيح. بس في حته بتبقى ان احنا مش مصدقين ان احنا ماشيين معاهم جمله. بالظبط. ان احنا كسبانين. بالظبط. لا احنا هم بني ادمين واحنا بني ادمين. صح. احنا بنلعب ودين واحنا بنلعب، احنا بالعكس احنا عندنا حته روح مش عندهم. بالظبط. بالظبط. احنا عندنا قلب وروح بنلعب بيهم ساعات ما بنكبوش عند فرق اوروبيه كتير. ده حقيقي. عندنا نخوه مش موجوده. صح. عند فرق اوروبيه وبتبان حتى في المباريات الحاسمه. ده حقيقي. كوره بقى طايره يعني بتبان قوي قوي. وفي تكلاب يشهد الحته بتاعت مصر دي. اعلم هي دي اي من دي حقيقه اي بلد. يعني انا لفيت وسافرت وشفت دي بجد الحته بتاعت العالم المشيد، الحته دي هنا في مصر غير اي حته في الدنيا، بس احنا محتاجين ان احنا نصدق ان احنا نكسب. صح. ونكسب نقدر نكسب وليه هم احسن مننا وليه هم. صح. لازم نصدق نفسنا يا كابتن، نصدق نفسنا. بالظبط. اخيرا بقى. صحيح. وسؤال تجاوب عليه انت وعليا، لو صالح كده بعد كام سنه يجي قال لك اختار لي يا بابا انت لعبه انت وماما، هتختار له هاند بول ولا الباسكت ولا كره القدم ولا اي؟ أنا من يوم ما اتولد انا عايز يلعب باسكت. وانا عايز يلعب وهو من يوم ما اتولد عالي عايز اتلعب هاند بول. وانا عايزه يلعب كوره. انا كمان بقى عايزه يلعب كوره خلاص يعني. لا هو لا طبعا هو عامه الرياضه زي ما انت قلت الرياضه شيء رائع، ولما بيكون البيت والاسره رياضيه اكيد ان شاء الله صالح هو هيختار اللعبه اللي يحبها اولا واخيرا يعني، وان شاء الله تكون الكوره. بس يعني خلينا نتكلم يعني بنقول لك الحمد لله على السلامه يا كابتن، وبنقول لك كل سنه وانت طيب، لان دوت كمان عيد ليك، واكيد انت سعيد جدا بعاليه بالدور الرائع اللي بتقوم بيه كام وكمان اكزامبل وواجهه مشرفه لاولادها، فبنقول لك الحمد لله على السلامه وكل سنه وحضرتك طيب وحضرتك بالصحه والسلامه. يا واجهه مشرفه ليا انا شخصيا نشكرك. هي قولي لي حاجه. الراجل عمال يقول هو كل سنه وهو طيب والله، وهو عارف يعني كل حاجه انه بجد هو كل ده ما كانش هيحصل من غيره يعني، من غير طبعا ربنا يخليكم لبعض. ربنا يخليك يا رب يا رب. شكرا. بنشكرك جدا يا كابتن محمد، بنشكرك شكرا جزيلا.